ورحمة الله وبركاته. 6 خطوات عشان نزود امتصاص الحديد عند الأطفال. يعتبر نقص الحديد من أكثر المشاكل الغذائية شيوعا وانتشارا في العالم. نقص الحديد ده ممكن يسبب أعراض التعب الشديد والضعف العام، كمان بيؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ولو حصل فقر الدم أو أنيميا ممكن يسبب القلق والاكتئاب وآلام في الصدر والتهابات ومشاكل في القلب. الجسم بيمتص الحديد عادة من الأطعمة الغنية بالحديد زي اللحمة الحمراء وصفار البيض والكبدة والسبانخ والفاصوليا والعدس، لكن لازم نعرف إن في عدد من العوامل بما فيها بعض الأطعمة ممكن تؤثر بشكل كبير على قدرة الجسم على امتصاص الحديد. عشان نتأكد إن جسمنا بيمتص كمية من كافية من الحديد لازم نتبع النصائح اللي أقول لكم عليها دي. أول حاجة نتجنب شرب الشاي خلال ساعة من تناول مكملات الحديد. ممكن يؤدي التنين الموجود في الشاي إلى تقييد الحديد، ممكن يجعل امتصاص الحديد صعب للغاية لو موجود مع الأكلات اللي فيها حديد. كمان الفوسفات اللي موجود في المشروبات الغازية ليه نفس التأثير. تاني حاجة لازم نبعد ساعة بين تناول الأطعمة المحتوية على الحديد وشرب الحليب، لأن كوب واحد من الحليب بيحتوي على حوالي 165 ملي جرام من الكالسيوم. ممكن ان دول الكميه دي تقلل امتصاص الحديد لاكثر من النص. نفس الموضوع بينطبق على منتجات الالبان والمكملات التي تحتوي على نسبه عاليه من الكالسيوم. الحبوب النائية بيبقى فيها مادة اسمها الفيتات اللي بتبقى موجودة في الحبوب النائية دي تمنع امتصاص الحديد. ايه هي الحبوب النية دي؟ زي الذرة والقمح والشوفان والرز والشعير. عشان كده من المفيد اننا نعمل فجوة ولو ساعة بين تناول الحبوب ومكملات الحديد. ثالث حاجة فيتامين سي. فيتامين سي يا جماعة بيساعد على امتصاص الحديد لمعظم الأطعمة، عشان كده من المهم شرب بعض عصير البرتقال او عصير الليمون عند تناول مكملات الحديد. ولو انت مش قادرة تاخدي العصير البرتقال او عصير الليمون، في حاجة اسمها التفاح والمانجو والاناناس، دي غنية بفيتامين سي. ولازم نتجنب الافراط في الطهي، لان كل لما الاكل اتعرض للنار اكتر كل ما المحتويات بتاعته فسدت. خامس حاجة الادوية. في بعض الادوية بتمنع امتصاص الحديد، وبرضه ممكن الحديد يمنع امتصاص بعض الادوية الاخرى. ايه هي الادويه اللي ممكن تمنع امتصاص الحديد؟ اول حاجه املاح المغنيسيوم اللي بتتاخد عن طريق الفم، وادويه او مضادات حيويه التتراسايكلين والزنك. طب ايه هي الادويه اللي ممكن تمنع الحديد يمنع امتصاصها؟ اللي هو السيبروفلوكساسين لو اتاخد مع الحديد.